حياكم الله أحبتنا. شهدت السينما الكويتية على مدى سنوات تجارب وأعمال سينمائية عديدة تستحق التوقف عندها مع تميزها رغم قلتها. والحقيقة لا تتوقف أبدا محاولات النهوض بصناعة السينما في الكويت، سواء على المستوى الرسمي أو حتى على المستوى الخاص. آخر هذه التجارب المتميزة كان فيلم العتر، وهو موضوع حديثنا اليوم مع الشيخة انتصار سالم العلي الصباح، رئيسة شركة اللؤلؤة لإنتاج الفني ومؤسسة الفرقة السينمائية الأولى. كما يسعدنا كذلك الترحيب بالأستاذ خالد القلاف مخرج فيلم العتر. تعرف أكثر على هذا الفيلم بعد التقرير. حياكم الله مجددا. دائما يقولون الكتاب من عنوانه، فبالتالي في مثل الأعمال السينمائية المسرحية المسلسلات المنتج يهتم شوية، فالابتسامة على الشيخة وحديثها مع المخرج أعطانا انطباع من الآن أن في بوادر نجاح، وهي حاسة بالنجاح فيها مفردات قالتها بعض المفردات. شيخة حياك الله وصبحك الله بالخير معنا. صباح الورد والياسمين والعسل، مشكورين على الاستضافة ودائما نحب نسولف. حياك الله. لو ندخل على طول في المجال ونتكلم عن بداية السينما الكويتية شيخة، بين محاولات حثيثة لإثبات الوجود وصناعة عالمية سريعة التطور، برأيك إلى أي مدى ممكن أن السينما الكويتية تحجز لها مكان مهم سواء على خارطة السينما العربية أو حتى الدولية؟ خلنا نعطي مثال ثاني، مسلسلات الكويتية وين وصلت؟ على مستوى العالم العربي، نتكلم على العالم العربي، لا نروح العالمي، خلنا على العالم العربي. حتى في المغرب أنا لما رحت المغرب يقول إيه شوف مسلسلات. فشنو يمنع السينما توصل مثل المسلسلات تخطاها الكويتية؟ مدام عندنا الموجود حق المسلسلات نقدر نبدع كذلك بالأفلام. وهذه كانت الفكرة وراء الفرقة السينمائية الأولى اللي هي نواة لصناعة أفلام كويتية. كل شيء موجود عندنا لله الحمد. بالتأكيد. طيب هذا السؤال أحب أخذ فيه وجهات النظر للأستاذ خالد وكذلك الشيخة انتصار. بالنسبة حق الإقبال على السينما بالنسبة للكويت أو حتى على مستوى الخليج، شلون شايفته؟ أتكلم أنا عن رأيي، وأنا أمس تكلمت واليوم راح أكمل على رأيي. نعم. أن السينما العربية، ما أتكلم على السينما الكويتية، السينما العربية لأن إحنا كسينمائيين ما قاعد نوصل إلى الذوق العام، ما قاعد كلمة نرتقي بالذوق العام أنا ما أحبها، ما قاعد نوصل إلى الذوق العام، فقاعد يصير في عسوف عن حضور الأفلام العربية. وهذا اللي علشان إحنا بدينا نسوي سينما، إن في ناس كثيرة الجماهير كلها تبي أفلام جيدة، تبي أفلام لها معنى، تبي رسالة. أفلام فيها رسالة، فيهم رسالة توصل حق ذوقهم. صح. عشان شذي قاعد يشوفون أفلام أمريكية وأفلام أوروب، هنقول آسيوية. على أساس إن فيها قصص، وهذا فيها قصص وفيها متعة في المشاهدة. نعم. يمكن تكون حبكة متكاملة. أيضا السؤال للمخرج خالد القلاف. أول شيء إحنا كمجتمع هني كويتي وعربي مثقف بصريا، يعني صعب انك يعني مثل ما تقول ان تحايل عليه بالشاشه، يعني مو يحلل لك الازياء، يحلل الاضاءه، يحلل حتى الموسيقى اللي قاعد تقدمها، الممثل نفسه هل هو قاعد يؤدي ولا قاعد يمثل انه قاعد يمثل. زين. فهذه الثقافه انت لازم يعني مع الوقت تبدي ان تغيرها، والنظره هذه يعني احنا الحمد لله يعني الفتره اللي فاتت شفنا محاولات بالسينما يعني الواحد يفتخر فيها. يعني مثلا فيلم كان رفيجي، فيلم حبيب الارض، يعني حبيب الارض شارك بمهرجانات برا بدول هي اساس السينما وخذ جوائز. فهذه هني نقدر نقول يعني واحنا ماشيين على خطه ثابته واساس قوي، ان احنا قاعد ناخذ جوائز بدول هي اساسا مهتمه بالسينما. شيخ انتصار، يعني انا بحيي فيك هذه الشغله الامانه اللي انت قلتيها قبل شوي، اللي احنا شنو اللي يمنع عندنا ما دام المسلسلات عندنا وصلت الى الوطن العربي كافه؟ صح. فبالتالي ليش ما سينمتنا ايضا توصل هني؟ المنتج، دور المنتج اللي هو يكون في عنده نوع من الشجاعه بحيث انه
لا نقول انه يغامر، ولكن يكون عنده ايمان بالطاقات اللي موجوده عنده في فريق العمل والطاقم اللي موجود حواليه وينتج عمل سينمائي. هذه اتت بايمان منك من الشباب الكويتي، او ان انت بتحاولين قدر المستطاع ان انت تصنعين سينما كويتيه تصل الى الوطن العربي كافه؟ انا راح اعطيك ردين. الاول قبل شويه قاعد نسولف وقاعد نقول ان فكره مجنونه العجر. فكرة غير مألوفة. نقيض حبيب الأرض، يعني أمس تكلمنا أن فيلم حبيب الأرض أنتج أخرج كذا برنامج وفيلم قصير وبايوغرافي بعده. فيلم العتر أيضا فكرة نقيضها مرة واحدة، نقيضها، فكرة مجنونة. ليش نسويها؟ ليش لا؟ خلينا نغير. إذا أنت بتنفض الغبار ننفضها مرة واحدة. ما عندنا سينما، ليش تسوي مسلسل سينمائي؟ بتسوي شيء غير، خلي الناس تدخل تقول اوه، في ناس راح يعجبها وناس ما راح يعجبها. حبيب الارض ناس عجبته وناس ما عجبهم، ولكن الاغلبيه عجبهم. فيلم العتر ايضا شيء جديد، كوميدي فانتازي تاريخي عربي فصحى، هذا كله ما تعودنا عليه، ما تعودنا عليه إلا بطريقة أو بأخرى بالمسرح. أنا آسفة، فخلنا نسوي شيء جديد، خلنا نغير، نخلق سينما جديدة، أفكار جديدة، أفكار مجنونة. والأفكار مجنونة هي الحلوة أكيد طبعا. هذا الشق الأول. الشق الثاني عندنا إحنا دائما هدف، والهدف هو التغيير، الإلهام. الفيلم هذا هم كملنا على نفس الهدف في طريقة الإخراج، ما شاء الله جيدة، السيناريو محبوك حبكة. لما تحضرونا ككبار راح تشوفون في أشياء وايد صغيرة راح تنتبهون عليها بعدين لما تطلعون، أوه قال سوى. فقاعد نخلق سينما غير على اللي متعودين عليها العالم، ما راح أقول بس الكويت، الخليج عموماً. والتجربة إن شاء الله خير برهان نشوفها في هذا الفيلم. المخرج خالد القلاف، نبي نتعرف على تجربة العتر كتجربة سينمائية متميزة. شلون شايف عوامل صناعة السينما موجودة عندنا بالكويت ومدى توفرها، وشلون وظفتها في هذا الفيلم؟ في البداية احنا إذا بنتكلم عن صناعة السينما بالكويت فهي محاولات شركات خاصة. نعم. يعني ما في عندنا جهة رسمية متبنية للموضوع هذا. فاحنا إذا بنتكلم عن الفرقة السينمائية فهي امتداد لمحاولات سابقة، يعني لشركات سابقة. والشيخ انتصار الحين ماشي بخط، يعني ما شاء الله، يعني تقدر تقول انه داعم للمجال هذا بشكل كبير. يعني شفناه بحبيب الأرض، وشفناه الحين مع الفرقة السينمائية الأولى كأول فيلم. دعم صراحة، يعني أقل شيء يعني تقدر تسويه إنك تحترم المجهود والدعم هذا، إنك تحاول تقدم أكبر مجهود عندك أو أكثر، نقدر نقول أعلى كواليتي أنت يعني تقدر تقدمه. فاللي أتمنى إنه يكون في دعم أكبر من الحكومة من ناحية التراخيص، من ناحية المادة، من ناحية يعني كعرض الفيلم ومشاركته بالخارج. فهذا اللي نتمناه من الدولة يعني نفسها. ليش لا؟ يعني أيضا أقول للشيخ انتصار أنه السينما على مستوى العالم أصبحت صناعة. نعم. ومدخل أيضا من مداخل الاقتصاد للبلد. ليش ما يمكن أنه يكون عندنا مثل هذه الصناعة؟ هل عندك الإيمان شيخة بأنه الشباب بإمكانهم أنهم يعملون سينما كويتية ويكون عندنا صناعة سينمائية كويتية ننطلق فيها إلى الخليج، إلى الوطن العربي؟ عندي إيمان ولا اللي شفته؟ عندي إيمان شيء، وإن اللي شفته أوردي فيلم حبيب الأرض حقق انتشار واسع. إن تلفزيون الكويت كم إعادة عادوا، ما في شيء اعتباطا عشان حتى الخليج يبعثوه اللي شفناه على تلفزيون الكويت، معناته حقق صدى جميل. الفلوس وخلنا نقول حق الدولة وحق مثلا الكاست اللي اشتغلوا عليه ممثلين، لما هذا كله أكيد راح يصير في نقلة نوعية. متى ما صار في فيلم فيلمين ثلاثة أربعة جيدين جدا حق المشاهدين،
راح مو بس الخليج والعالم العربي راح يطالعونه. احنا عندنا خطط قاعد نشتغل انه يكون الفيلم الكويتي مو بس خليجيا منتشر، عربيا منتشر، مسلسلاتنا قاعد توصل كل مكان، ليش افلامنا ما تتخطى؟ هذا اللي خلاني اسال السؤال بعد اذنك اختي منيا، لان اخوي خالد قال انه في اعمال، احنا نقول للاسف انه في اعمال وبس، يعني اكتفى المنتج او اكتفت الشركه المنتجه بهذا الفيلم، وقعدنا يمكن سنتين ثلاث اربع سنوات حتى يظهر فيلم اخر او ديكومنتري، حتى على شكل ديكومنتري. اللي انا اقصده انه يكون في استمراريه. عشان كذي احنا خلقنا فرقه وليس مجهود شخصي. وقت اللي انا اشتغل مع اخوي خالد ولا مع سيد رمضان ولا مع واحد مخرج، وانا اثنين ايد واحده، ايد واحده ما تصفق وايدتين ما تصفق، اذا انت تحتاج جمهور كبير يصفق لك. احنا فرقه مكونه من 18 شخص، ان شاء الله راح نفتح عن قريب الباب عشان يصير عندنا زياده. عقب كل ورشه عمل راح نطلع فيلم جديد. عندنا قاعد نشتغل على 6 سيناريوهات، عندنا 6 افلام خلال 3 إلى 5 سنين القادمه، ويمكن اكثر ان شاء الله. عندنا خطه ان نخلق سينما قصبا عنا، احنا راح نخلق سينما عشان اللي موجودين. هو الأخ خالد من ساعة قال إن الواحد يعطي أحسن ما عنده، غير إن الموجودين معنا موهوبين جدا، ولكن روح المنافسة الصح بينهم بين الفريق قاعد تخلق شيء جديد إحنا مو متعودين عليه. يعني أمس الناقد كان موجود بالفيلم، الناقد الكبير طارق الشناوي، قال مباين في فريق والفريق يشتغل صح. ونفس الشيء الأخ جمال الردهان شاف نفس الشيء، شاف في فريق بالفيلم. راح أسأله أسئلة اليوم شلون شاف هذا، راح يعلمني أقول لكم لما أعرف. ولكن أثنين اتفقوا إن في فريق منسجم بالفيلم، وهذا الشيء اللي كان موجود أثناء التصوير، فريق منسجم من النص لما الممثلين لما الفنيين منسجمين مع بعض. نعم. وهذا اللي راح يخلق سينما، وليس أنا الحالي وليس خالد الحالة ولا رمضان الحالة ولا أي مخرج ولا أي منتج الحالة، يبي لك فريق كامل مو شخص وشخصين. بالتأكيد راح ناخذ نتوقف شوية ناخذ آراء الفنانين المشاركين في هذا أو آراءهم في هذا الفيلم أو اللي حضروا هذا العرض، ونرجع نستكمل هذا الحديث عن فيلم العتر. هنشوف ما. زعفران زعفران العطر. نعم لقد جمعت كله وقلعه. أحسنت يا دبور. زعفران 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 مات؟ لا لا لم يمت. زعفران شكله مات. مات زعفران. زعفران لم يمت حقا. دعني وأعطيه قبلة الحياة. ابتعد من ستك. جهد طيب، فكرة جيدة، معالجة مأخوذة بشكل يعني فانتازيا جميلة، للأمانة حلو. والأحلى من الروح اللي موجودة وهذا الحماس اللي موجود لدى المؤسسة، وبدعم من شيخ انتصار تشكر على هذا الدعم، ويشكرون كل من قام يعني، والأخ المشرف العام رمضان خسروه حقيقة يعني أهنيهم. فكرة جميلة جدا، ووفقوا الشباب لتوصيل فكرة قوية جدا بأسلوب رشيق جدا. رغم أنه شوية كان طويل بس فيلم رائع، ويعني أدعو الجمهور أنه يستمتع، لأن الفيلم أعتقد أنه لو بنصنفه يكون فيلم عائلي يستقطب جميع شرائح الأسرة. الفيلم كان رائع جدا، فوق مستوى الرائع بصراحة. أنا كممثلة أعجبني الفيلم بشكل، خاصة هذا الميكس بين اللغة العربية والعامية، هذه الكسرة جميلة جدا، والانتقالة إلى بلاد النهرين، الميكس للعراقي كان جميل جدا. يعني سمعنا طرب شوية بكوميديا بأداء عالي. السينما تقدمت كلغة، لكن الفيلم في روح كده خمسينيات كبناء سينمائي، إنما بيظل في مرح ممكن التجاوب معاه. حسه البسيط أو الجزء التلقائي فيه عالي جدا.
يمكن شاهدنا وإياكم حبتنا آراء الفنانين يعني مثل اللي مروا علينا وشفناهم الآن في هذا التقرير، وجدا مهم يعني أن احنا نسمع آراءهم وانطباعهم بعد مشاهدة هذا الفيلم. لكن في ختام لقائنا الشيخة، للأمانة أنا أبي أنت تقولين رسالة، خاصة أن كلهم أكدوا على أنه عائلي، وهذا نادرا ما يحصل أنه يكون فيه هناك فيلم عائلي تجتمع له العائلة ويتلمس ذائقة العائلة. أحلى ما في الفرقة السينمائية الأولى أنها مليانة أشخاص غير نمطيين ويبون يقدمون شيء غير نمطي. نبي نحدث فرقا، الفيلم عائلي فانتازي تاريخي عربي فصحى، وفي شعر وفي كوميديا. أصعب جانري بالأفلام الكوميديا الهادفة، ولله الحمد لله الحمد أنا أشوف أن حققنا خطوة كبيرة في مجال السينما الكويتية. ناقصنا وايد أشياء ولكن خطينا خطوة كبيرة بفيلم العتم. ممتاز. مخرج خالد قلاف، أعتقد عندك دعوة تحب توجهها. عندي دعوة للجمهور أن يحضر الفيلم ويشوف مجهود فريق كامل تعب خلال السنة اللي طافت كلها عشان يقدم العمل هذا بالصورة هذه، من أزياء، من ديكورات، من إنتاج. نعم. حتى كولر كوركشن اشتغلنا عليه، ما حد يشتغل على كولر كوركشن. هذه جهودكم. راح تشوفون حتى بالالوان ان شاء الله، فيلم لون عدل انعكاس ان شاء الله. الاخوان اللي يروحون والاخوات العوائل بشكل عام. مشاهدينا، في الختام كل الشكر لضيفينا الشيخه انتصار سالم العلي الصباح، رئيس شركه اللؤلؤ للانتاج الفني ومؤسسه الفرقه السينمائيه الاولى. شكرا للشيخه. شكرت لكم. وكذلك الاستاذ خالد القلاف مخرج فيلم العتر، شكرا على وجودك ويانا. صلنا وياكم ختام حلقتنا لهذا اليوم، مع السلامه. نتمنى ان شاء الله ان تكون بدايه اسبوع موفقه للجميع، حتى نلتقيكم نحن وانتم في رعايه الله. الى اللقاء.